انتهت قبل قليل جلسة المحكمة المركزية بإدانة قاتل عائلة دوابشي، قاتل سعد وريهام وعلي. الحكم هو بثلاث مؤبدات وعشرين سنة إضافية على هذه الجريمة البشعة. نحن نقول أن المجرمين يستمرون بإجرامهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يتم تقديمهم للمحاكمة، وأن العدل الحقيقي يكون فقط بإنهاء الاحتلال، إخلاء الاستيطان والحرية لشعبنا الفلسطيني بدولته المستقلة. خمس سنوات ونحن في أروقة المحاكم لنصل إلى هذه المرحلة، وأعتقد أنه سيكون سنوات أخرى، لأن هناك نية للدفاع عن المتهم والبدان والمجرم في هذه القضية بالاستماع في العليا. ولكن نقول أن هذه الجريمة هي تنطوي ضمن منظومة الجرائم التي يقع ضحيتها الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين، وهناك مسؤولية على دولة إسرائيل أنها هي التي تقوم بدعم الاحتلال وتقوم بدعم الاستيطان. وبالتالي نرى أن هذه الجريمة والحكم الذي صدر يتحمل مسؤوليته الأنظمة والمنظومة المسؤولة عن هذا الموضوع، وباعتقادي ونأمل أن يكون فيه رسالة رادعة للمنظمات الإرهابية اليهودية من تدفيع الثمن وفتيان القتال، لكي عمليا يتم اجتثاث هذا الإرهاب اليهودي من الأراضي الفلسطينية ومن الاعتداءات المتكررة. احنا كنا نتمنى أن تكون هذه الإدانة للبيئة الحاضنة لهذا المستوطن اللي سكن على الأراضي الفلسطينية وسكن في أرض فلسطينية خاصة عندنا في مستوطنة إيش كودش اللي بيطلق عليها اسم النار المقدسة. هذه النار اللي حرقت سعد وريهام، ونار الحقد والكراهية حرقت عائلة دوابشي، وهذا المستوطن تمكن أن يراقب منازلنا وهو يتمتع بالحماية الكاملة من الحكومة والجيش الإسرائيلي. إحنا بنعيش في منطقة سي حسب القانون الدولي، حمايتنا تقع على الدولة المحتلة، وأيضا يجب أن يكون هذه الإدانة للمنظومة كاملة اللي من رجال دين وسياسيين وكتاب ومعلمين في المدارس بيعلموا الكراهية وبيزرعوا الكراهية في قلوب هذا الجيل المجرم، حتى انه يكون ناقم على كل شيء عربي وكل شيء فلسطيني. يجب ننتهي هذا الاحتلال وينكنس هذا الاحتلال عن ارضنا الفلسطينية حتى نعيش بامن وسلام في ارضنا الفلسطينية.